إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. على الناحية الثانية أو الطرف الآخر، المؤمنون الذين يعملون الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. يعني وأخبتوا، لا مش أخلصوا، هي دي من مقتضيات يعني الإخبات. لكن كلمة الإخبات في اللغة أو عند العرب بمعنى إيه؟ العمل الخفي؟ لا، الإخبات الخضوع والخشوع. ده كلام الإمام الطبري، قال الإخبات عند العرب الخشوع والخضوع، يعني خضعوا لله في أوامره. الخضوع لله، الخشوع لله، لا يتكبر ولا يجادل بالباطل، يخضع لأمر الله عز وجل. سمعنا وأطعنا. ليه ما تقولش ده صعب مش حاضر أعمله؟ لا، أقول سمعنا وأطعنا. الصحابة لما سمعوا قول الله عز وجل، لما نزلت آية قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا ربنا يحاسبنا على ما تخفي أنفسنا. راحوا للنبي وجثوا على الركب، قعدوا كده على ركبهم وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نطيق، مش هنقدر. قال أتريدون أن تقولوا كمن كان قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وطعنا. مش ربنا قال سمعنا وطعنا؟ ما أنت كنت متصور مش هتقدر، لازم تخضع لأمر الله عز وجل. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل الله سبحانه وتعالى، أنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. يعني ربنا تجاوز عن الأمة عن الخطأ والنسيان وما تحدثه به أنفسها. لكن الأول إيه؟ سمعنا حكم ربنا، نقول إيه؟ ما تقوليش أصل غض البصر مستحيل في الزمان ده، ما ربنا يعلم إن في زمان هتكون فيه النساء متبرجات والدنيا تنفتح على بعضها ومع ذلك أمر بغض البصر. يبقى هي في الإمكان، بس أنت اللي ممكن عندك ضعف إيمان أو جزئية ضعف إيمان. فتنة شديدة بس مش مستحيلة. في ناس مستسلمة يقول لك لا 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 مش ممكن مش ممكن. لا ممكن، لأن ربنا جعلها من الفرائض، واخد بالك؟ فما دام في الشرع يبقى في الإمكان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقوليش أصل صعب أسيب السجاير، تقدر. أصل صعب اللي أنا أصل رحمي بعد اللي عملوه فيا، لا تقدر. لأن دي أمور في إمكانية الإنسان، لأنها من أمر الله عز وجل، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أحسنت. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بس المهم تكون إيه؟ مطواعا لله تبارك وتعالى. نشوف كلمة جميلة أوي، وأخبتوا إلى ربهم، خضعوا لله. تخضع وتخشع ومش بقى تجادل وتناقش وتتفلسف، سمعنا وطعنا يا رب. الطاعة المطلقة لله عز وجل. طيب جزاؤهم إيه؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين، الفريق الأولاني الكافر ده اللي جزاؤه جهنم، والفريق المؤمنين اللي جزاؤه الجنة. مثل الفريقين زي ايه؟ كالأعمى والأصم والبصير والسميع. الكفار زي الأعمى والأصم، الأصم اللي ما بيسمعش والأعمى اللي ما بيشوفش. ومثل المؤمنين كالبصير والسميع، يبصر ويسمع. هل دول زي دول؟ مستحيل طبعا. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون. يبقى المؤمن أو الإنسان يرقى بنفسه أن يكون مع المؤمنين ولا يكون في درك الكافرين الذين جزاؤهم الشقاء والهلاك يوم القيامة.